مساء الجمال على كل قمر 14 بتتفرج علينا. النهارده هنتكلم عن موضوع في غايه الاهميه. النهارده هنتكلم عن ازاي البنات تعمل دايت وازاي تهتم بصحتها وتهتم برشاقه جسمها، عشان خاطر احنا في الصيف وكل البنات بتحب تلبس وتحب تلبس كل الستايلات اللي تبين جسمها وتبين شكلها وتبين على طول دايما ان هي تكون جميله ويكون شكلها شيك. النهاردة احنا هنتكلم عن ازاي هنعمل دايت ويجيب نتيجة، ازاي هنعرف ازاي نحرق الدهون اللي في جسمنا وكل مشاكل البطن ومشاكل الدهون اللي بتبقى موجودة عندنا دايما بسبب الشتاء وبسبب كتر الاكل. دايما العقل السليم في الجسم السليم، فاحنا النهاردة هنعرف ازاي نخلي الرياضة حاجة اساسية في حياتنا، وهنعرف ايه فوائد ممارسة الرياضة وعواقبها السلبية والايجابية علينا. طبعا اكيد ملهاش اي عواقب سلبية، كل ده هنعرفه اكتر خلال حلقتنا النهاردة مع كابتن احمد الشرنوبي، اخصائي تغذية ومدرب لياقة بدنية. نورنا يا كابتن احمد. ده نوريك بشكل جدا. اول حاجة عايزين نعرف ايه الفرق بين الدايت والنظام الغذائي. مبدئيا احب ارحب بحضرتك ومبسوط جدا ان انا موجود معاكي النهارده. ميرسي جدا، انت منورنا النهارده في قمر 14 بجد. متشكر جدا. مبدئيا عايزين نفرق ونقول ان الدايت والنظام الغذائي، الدايت ده بيكون برنامج غذائي بمشي عليه فتره معينه وبعد كده ببدا اعيش حياتي الطبيعيه تاني. اما بالنسبه للنظام الغذائي فده شويه بيكون زي نظام حياه كامل، بفضل طول الوقت محافظ عليه وان انا باكل اكل صحي وبعود نفسي على ده، وده طبعا بيكون ادق واصح بكتير عن ان انا اعمل نظام غذائي فتره معينه وبعد كده ارجع اكل اكل غير صحي تاني فهرجع اتخن تاني. فانا كده يعني يعتبر النظام الغذائي هو اللايف ستايل بتاعنا بتاع كل يوم المفروض، يعني اللي هو احنا نصحى ونفطر كذا، نتغدى كذا، نتعشى كذا. او بمعنى كمان ممكن نقول ان احنا هاكل كل اللي انا عايزه ولكن يكون اكل صحي يفيد جسمي بشكل كبير. حلو جدا. طيب عايز اعرف ايه الاكل، يعني هل فعلا الاكل الصحي لوحده كفايه ان انا اعرف اخس، ولا لازم يعني اكل في البيت واكل اكل صحي وما اكلش بره، وهل لو اكلت بره برضه هخس، ولا ينفع اكل بره واكل جوه وبرضه اخس عادي يعني؟ مبدئيا الاكل الصحي لوحده حاجه مهمه قوي ويمكن هو ده الاساس، ولكن لو ضفنا له كمان ان احنا نبدا نمارس رياضه فاحنا هنعمل نتيجه قويه جدا وممتازه جدا. الرياضه يعني فوائدها كبيره جدا، سواء ان انا عايز يكون وزني كويس او ان انا عايز اخسس وزني او ان انا ازود وزني. كمان من اكتر الحاجات المهمه في الرياضه ان هي بتفيد اعضائي الداخليه اللي هو القلب والرئتين والكبد والكلى، كل دي حاجات مهمه قوي. دايما بيقولوا الناس اللي بيبقى عندها مشاكل في القلب والحاجات دي دايما يعني الرياضه بتاعتهم بتبقى مختلفه عن الرياضه بتاعت الناس اللي بيبقى جسمها طبيعي او نورمال، فبيبقى في فرق في التمرين مثلا او فرق حتى في الرياضه بتاعتهم عشان طبعا المجهود والحاجات دي. فاغلبهم بيقعدوا في البيت وبيكسروا، يقول لك لا انا تعبان وقلبي هيقف وهموت، ولو نزلت الجيم على طول القلب هيقف. مظبوط. فعايزين بقى نوصل لهم رساله النهارده نقول لهم ان لا عادي ينزلوا يتمرنوا وما يكسلوش. مبدئيا هم فعلا بيكون ليهم تمارين معينه خاصه بيهم، ولكن لو نلاحظ بقى ان دايما الطبيب بيقول لهم لازم تمارسوا رياضه، وده ان كان يدل فانما يدل على اهميه الرياضه وقد ايه هي حاجه مهمه جدا. حتى لو كان سننا 70 سنه او 60 سنه فيما فوق برضه بتلاقي الدكتور بيقول لازم تلعب رياضه. ولكن لو احنا من يعني من بدايه عمرنا مثلا من سن ال 10 سنين 15 سنه 20 سنه طول الوقت بنلعب رياضه. طيب. لحد ما اوصل لسن 60 70 سنه. انا اسفه جدا يا كابتن هقطعك، معانا مداخله تليفونيه. الو منى. الو. الو. ايوه. ايه يا منى ازيك، منورانا. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. منوره الشاشه. حبيبه قلبي انت اللي منوره. انا كنت عايزه اسال كابتن على سؤال. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. انا عايزه اسال عن منطقه البطن، يعني انا ما عنديش وقت ان انا انزل واتمرن وكده في الجيم، فانا عايزه يعني اعرف ازاي اخس منطقه البطن في وقت سريع جدا، وايه الاكل اللي يعني ما يهرسنيش في ان انا يعني ما يهرسنيش في ان انا ايه احافظ عليه وكده، عشان اكيد عارفه ان الدايت ما فيش حد بينتظم عليه. تمام بالظبط. فانا عايزه نظام صحي امشي عليه ويخسسني في وقت سريع منطقه البطن. عايزه تخسي في وقت قد ايه تقريبا؟ يعني شهر مثلا. يا لهوي، هل ممكن المعجزه دي تحصل؟ لو هو الكرش عندها ظاهر في شهر فهي ممكن تخس في شهر. لو الكرش عندك مش ظاهر قوي، على حسب بقى احنا مش عارفين. لا ظاهر شويه.
يعني طب محتاج تعرف طولها ووزنها كده حاجات كده ولا؟ لا تمام. طيب خلاص، عندي كام سنة طيب يا منى؟ عندي 22. طيب خلاص، وزنها في حدود قد ايه؟ وزنك قد ايه؟ 170. 170 الطول الوزن؟ الطول، لا الطول، الوزن 70. الوزن 70، حلو جدا. شكرا يا منى، شكرا. طيب احنا نرد على منى ونرجع بقى لموضوع السن والرياضه. تمام. موضوع مشكله البطن اللي بتقابل مش منى بس، ده بتقابل الناس كلها بسبب الاكل بالليل وبننام. مبدئيا في معلومات مش هقدر اقول عليها مغلوطه، ولكن هي مش صحيحه قوي. تمام. فكره ان انا لما العب تمرين بطن انا كده بطني هتخس، ولكن المعلومه دي للاسف مش دقيقه قوي، لان الاماكن الموجود فيها الدهون بشكل قوي جدا هي البطن والجناب، فدي اصعب مناطق بتخس وهي اخر مناطق في الجسم بتخس. يعني الجسم كله بيخس اسرع منها، هي ابطا مناطق في الجسم. بالظبط، بسبب ان الخلايا الموجوده فيها والعروق ضعيفه جدا ورفيعه جدا، فدي بتخليها بتاخد مده اطول. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا لو لعبت تمارين مباشره على البطن وهي بطن كبيره، فانا كده مش هخسس بطني، لان عقبال التمرين ما يوصل الجدار اللي فيه الدهون بياخد وقت طويل جدا، فانا كده ببذل مجهود وبحس ان انا مش بجيب نتيجه. فالافضل ان انا اعمل تمرينات كارديو، اي تمرينات الحركه والجري، فجسمي هينزل كله بالتوازي مع بعض، من اول يعني زي ما بيقول كده من اول شعري لحد رجلي، وبالشكل ده هبقى النشاط بتاعي هيزيد وبطني برضو هتخس. فلما تبدا يعني احس فعلا بفي فرق، وان البطني خلاص فاضل حاجه بسيطه، من هنا بقى ابدا العب تمارين رياضيه هشوف نتيجه. لكن اغلب الناس يخش يلعب تمرين بطن، اولا معاناه غير عاديه. صح، ده حقيقي. لا عضلات بتشد، انا بعيني في الجيم يعني بالظبط كده، ومش بيلاقي بطنه بتخس، فبيزهق وبيسيب التمرين. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى الاهم هو الاكل. كان دايما بيقولوا طيب هي منى دلوقتي عايزه تخس في شهر، ده طبعا دي معجزه هتحصل يعني، مش عارفه ازاي. تمام. لو هي فهي ممكن بتقول ان هي مش عارفه تتمرن، فهي دلوقتي عايزه تعمل حاجات في البيت، يعني حاجات تمارين تعرف تعملها في البيت عشان تخس الشهر ده، حتى يبقى فيه نتيجه حتى لو ملحوظه. عشان يعني اول حاجه لازم تعملها هو الاكل. لو الاكل اتظبط كما ينبغي، فهي كده هتبقى خلصت 80% من المهمه. بجد؟ بالظبط. يعني قد ايه التمرين ما بيبقاش عليه العامل الاساسي للتخن او الرفع او كان دايما يعني. المدربين بتوعنا يقولوا لنا ان جسمك بتعمله في المطبخ، جسمك بتعمله مش في الجيم. فاكتر حد بيقدر يسيطر على نفسه ويعمل كنترول قوي هو اكتر واحد بيقدر يستفيد بالتمرين وبيلاقي نتائج غير عاديه. الشخص الرياضي بيتعب قوي وبيحرم نفسه قوي، فبيعمل حاجات الناس العاديه صعب ان هي تعملها. صح. فعشان كده بيكون جسمه وشكله مختلف عن الناس العاديه. اكيد. فنرجع بقى لإجابة السؤال تاني ونقول إن هي فعلا لو عايزة وزنها يعني يبقى كويس وبطنها تخس في أسرع وقت ممكن، فهي لازم قوي تمشي على الأكل كما ينبغي. الموضوع بيكون صعب بس. طب يعني تقريبا تبعد عن إيه في الأكل؟ مبدئيا تمنع ثلاث حاجات مهمة جدا، السكر وده أخطر حاجة، الحاجة التانية الأكل المقلي، أي حاجة معمولة بزيت، الحاجة التانية التالتة بقى الكربوهيدرات، وأخطرها البطاطس المحمرة طبعا. يا لهوي. يعني الثلاث حاجات دول انا كنت فاهمها بصراحه، انا نفسي مش هبطل الحاجات دي. ولكن انا عشان اكسب حاجه لازم اضحي بحاجه. صح. يعني صعب ان حد ياكل كله وهو عايزه وجسمه يكون زي ما هو عايز. صح. ده حقيقي. صعب جدا. ده حقيقي. كان كل الناس عملت كده. احنا بقى هنرجع للسؤال اللي احنا كنا بنجاوب عليه، اللي هو نقطه السن وقد ايه السن بيفرق في الرياضه. يعني انا دلوقتي لما ابقى عندي 14 سنه او 12 سنه وابتدي رياضه مبكر، ايه الفرق بيني وبين الحد اللي عنده 60 او 70 سنه وبيتمرن لسه جديد؟ فهنرد هنكمل بقيه الاجابه دي. مبدئيا الشخص اللي بيكون عدى يعني سن 70 سنه او 60 سنه بيكون مفاصله يعني اي حركه عليها مرهقه جدا، وفي نفس الوقت يعني نفسيا هو بيقول يعني انا جاي العب رياضه دلوقتي ما انا كان ممكن من زمان بقى وخلاص، فهو محتاج بقى دعم نفسي ومحتاج ان هو يعني طول الوقت ياخد علاجات علشان يقدر يكمل ويستمر، عشان مفاصله فعلا بتكون شد غير عادي. ولكن لو استمر وصبر هيلاقي نتيجه. طبعا هيلاقي نتيجه. طيب السن الصغير انا شايف ان المفروض من اول ما يبدا يمشي ويتحرك فهو يلعب رياضه، من اول 5 سنين لسه بيبي صغنط. يعني الرياضه المفروض تكون عاده، حاجه احنا بنعملها من غير ما نفكر. وفي نقطه هنا عايز اقولها مهمه قوي، احنا هنا في مصر او في الدول العربيه والاسلاميه دايما لما بيكون انا شخص كبير عندي مثلا 50 او 60 سنه لو تعبت دايما بلاقي ناس جنبي.
وقتها ايه؟ سواء قرايبي او اصحابي او ايا كان مين هو، فلو تعبت هلاقي حد جنبي. بره الموضوع ما فيش كده، هو بيبقى معتمد على نفسه الون لوحده، هو هيشيل المسؤوليه لوحده، فبيبقى شايل هم بكره عيني. بالظبط، عشان كده بيفضل يمارس رياضه طول الوقت حتى لو سنه كبير، عشان عارف انه لو وقع مش هيلاقي حد جنبه. فبيبقى الرياضه بالنسبه له هي جزء من حياته، حاجه اساسيه. عشان كده نستغرب مثلا في المعادي او اي سياح مثلا بينزلوا مصر ليه يعني من الصبح بدري 5 6 الصبح طالع بيجري، فانا يعني انت بتعمل ايه؟ ولكن هو لازم يلعب رياضه عشان هو لوحده، مش هيلاقي حد، ما حدش فاضيله، ما عندهمش العاطفه بتاعتنا قوي ديت. وبرضه ما لهاش علاقه بالعاطفه، هو برضه عشان صحته برضه جسمه يفرق، زي ما حضرتك قلت في اول الحلقه ان الجسم يفرق داخليا قبل خارجيا، وده بالزبط. اهم يعني الداخلي اهم من الخارجي كمان بكتير طبعا. والنقطه دي مهمه جدا، لان احنا برضه لما بنيجي نلعب رياضه بنركز قوي على الشكل الخارجي بتاعنا، اللي هو انا بقى عندي عضلات. طيب اخبار الجري ايه؟ طب هل انت بتقدر انك تعمل مجهود فترات طويله او انك تقدر تلعب جري؟ طب قلبك احواله ايه؟ الرئتين عندك حجمهم زاد؟ طب الاكسجين عندك في الدم بقى كبير و يعني رئتينك بيشتغلوا كما ينبغي؟ صح، ودي من النقط اللي كتير ناس بتقع فيها غلط. طيب احنا ناخد ساره. الو يا ساره. السلام عليكم. وعليكم السلام، منورانا يا ساره. بنتي عندها سنتين، عاوزه لعبه مفيده يعني. عندها سنتين ايه؟ عاوزه لعبه يعني حاجه مفيده يعني تبقى صحيه يعني. طيب خلاص تمام ماشي يا ساره، شكرا. من اكتر الحاجات المفيده للبنات خصوصا وفي السن ده ان هي تلعب جمباز. جمباز علشان المرونه، وده مهم قوي. وفي نفس الوقت البنات بتستمتع قوي ان هي تعمل حركات بهلوانيه والحاجات دي، هتقوي ايديها وتقوي اعصابها. حلو قوي. خاصه اصلا كمان السن الصغير بيبقى حلو جدا مع الرياضه، استجابته وجسمها هيفرق معاها جدا. من الحاجات برضو المهمه قوي السباحه، وانا شايف ان اللعبتين دولت سواء ولاد او بنات من السن الصغير لازم يبداوا بيهم، السباحه والجمباز. طبعا علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. صح كده. طيب معانا داليا. الو داليا. داليا مش عارفه راحت فين. لا انا معاكي اوكي. ايه يا داليا ازيك؟ الحمد لله منورانا، ربنا يخليكي، ميرسي جدا حبيبتي، تسلمي. اتفضلي. ممكن بس اسال كابتن احمد على حاجه؟ اتفضلي يا حبيبتي. تمام. وانا عندي بنوته عندها 14 سنه. تمام تمام. هي بس وزنها شويه زياده يعني 75 كيلو مثلا او كده. تمام. طولها قد ايه؟ طولها يعني 150 مثلا. هي بس المشكله ان هي عندها رغبه جامدة جدا في الاكل، بتقولي انا بحب الاكل يعني، انا عملت معاها كل الحاجات اللي ممكن تساعدها انها تخس ومشروبات وحاجات حريقة وحاجات كده كتير، لكن هي بتقولي انا بحب الاكل يعني مش عارفة. في البيت كمان بتحبوا الاكل اكيد؟ في البيت لا 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 خالص يعني. هي عندها اختها الكبيرة جسمها مثالي جدا يعني. طبيعي المفروض يعني البيئة المؤثرة حواليها كلهم بيحبوا الأكل، فطبيعي أكيد هتطلع تحب الأكل، أعتقد يعني وجهة نظري. يعني أنا عايزة أقول لحضرتك إن أختها الكبيرة جسمها فرنساوي زي ما بيقولوا يعني، ملكان كده ما شاء الله. لكن حنين بقى صغيرة، لا يعني جسمها شوية مليان. تمام. فبس كنت عايزة يعني آخد نصيحة بس من كابتن أحمد كده، يعني ممكن أعمل معاها إيه عشان أقنعها إنها محتاجة تخس عشان يبقى شكلها حلو في اللبس، تبقى بنوته يعني كده. خلاص ماشي، تسلمي، شكرا جدا على مكالمتك، وكابتن احمد هيرد عليكي. اجاوب؟ يلا. مبدئيا محتاجين نعرف شويه معلومات عن الاكل. الاكل من الحاجات الصعبه جدا ان انا اسيبها، لان هي بتفرز هرمون الدوبامين اللي هو هرمون السعاده، وخصوصا الاكلات اللي فيها سكر وزيت والاكلات المقليه، وخصوصا اي حاجه فيها سكر. فالموضوع بالنسبه لي ما بقاش اكل، بقى متعه. فانا صعب قوي ان انا اسيب المتعه دي. انت عايزني اكل اكل صحي واسيب المتعه دي؟ طب ازاي؟ فانا ببدا اقاوم حاجتين، جسمي وعقلي. فالعقل بيبقى مستمتع جدا بالاكل، سواء الاكل فيه بقى شوكولاته او اللي فيه سكر او البيتزات بقى او اي حاجه فيها كربوهيدرات، دي بتعمل نوع من انواع المتعه الغير عاديه بالمره. واضح؟ الانبساط، سعاده. بالظبط. فهو بياكل عشان مبسوط،
مش بياكل عشان هو جعان. وفي فرق، انا لما باكل عشان انا جعان فمجرد ان انا هاكل حاجات بسيطه شبعت خلاص. صح. فهو بياكل عشان هو مستمتع، وخصوصا بقى الاكل لما يبقى اكل ممتع واضيف بقى بيبسي معاه عشان يبقى ممتع اكتر، وشيبسي معاه عشان ابلع، ولو في مخلل ما شاء الله وهكذا. يعني للاسف احنا الاكل بتاعنا دلوقتي بقى اكل ممتع، احنا بناكل عشان نستمتع مش عشان نشبع. دي حاجه. الحاجه الثانيه، المفروض ان انا يعني افهم الشخص اللي قدامي عشان يقدر ان هو فعلا يعمل دايت كما ينبغي. الموضوع كله ككل ماشي عامل ازاي، واضح؟ فمحتاج اقول له ان احنا محتاجين نعرف احنا بناكل عشان ايه. احنا بناكل عشان نقدر نتحرك، مش بناكل عشان نستمتع. طيب. والا مش هعرف اسيب الاكل ده اطلاقا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، كتر اكل السكر وكتر الاكل الممتع بيخليني مش حابب قوي ان انا اخد طيب. اتجاه الرياضه. احنا هناخد احمد وبعدين هنرجع طيب. نكمل السؤال ده عشان نكمل استمتاع الاكل. الو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن نظام تغذيه يعني، انا لسه ابني جسمي كده، فيعني يا ريت اعرف الاكل اللي انا اعرف اقدر اكله كده. روتين يومي. روتين يومي صح؟ يا احمد شكرا يا احمد. ماشي خلاص، احنا يعتبر ده روتين يومي، ونكمل بقى موضوع الاكل والانبساط. بالظبط. اجاوب عليه الاول على الانبساط بتاع الاكل بصراحه، عشان انت جوعتني هتقول لي مخلل وبيبسي وبتاع. خلينا برضو نوضح شويه حاجات مهمه قوي. الاكل نوعين، اكل مفيد للجسم واكل ممتع للعقل. الله. واضح. الاكل المفيد للجسم هو الاكل الصحي اللي هو ما فيهوش اي تدخل بشري، نقدر نقول زي مثلا الاكل البيت يعني. بالظبط، اللي هو الخضار والفاكهه، اللحوم زي ما هي كده، ان انا اسلقها او اشويها، واضح، بدون تدخل بشري اطلاقا. طب بص معلش، هو موضوع رخم قوي. فضل. بس موضوع في ايه بقى؟ انت دلوقتي بتقول الاكل حلو. طيب احنا ناخد عبد الرحمن من سوهاج، جه قطع الموضوع الاكل. ايه يا عبد الرحمن؟ الو الو الو، ازيك يا ابله؟ ازيك يا عبد الرحمن؟ عامل ايه؟ ازيك يا كابتن احمد؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ بخير والله الحمد لله. بقول لك انا بلعب كره قدم يعني. انا وزني 62 كيلو، طولي 186 سنتي، لكن جسمي مش اللي هو يعني. اول ما انزل الملعب كده بجري شويه، احس ان انا الرئتين دول باخد نفسي بالعافيه، لكن بعد كده عاد ما اخدت كد 15 دقيقه كده ولا حاجه هفتح زي ملك افونا يعني. لكن عاوز اسال يعني ده سوء تغذيه ولا ايه بس يعني؟ وايه اللي هو البرنامج الغذائي الافضل للاعب كره القدم يعني؟ حلو حلو قوي، سلامتك الف سلامه. يسلمك يا ام الله. شكرا جدا لاتصالك. كابتن احمد هيرد عليك. مبدئيا في ثلاث حاجات ممكن تكون بتحصل. اول حاجه ممكن يكون الشخص بيدخن، ولو مش بيدخن ممكن يكون بيقعد جنب حد بيدخن، وده في حد ذاته بيأثر عليه. صح. الحاجه الثانيه ان هو ممكن يكون شايف نفسه ان هو جسمه رفيع بسبب مثلا ان الحرق بتاعه عالي او الانتمات بتاعته او الهرمونات بتاعته، فشاف ان هو مش بيتخن، فعادي بقى ان هو ياكل سكر وياكل مقليات، وده برضو خطر عليه، لان السكر لو مش هيتخنك فهو هيعمل التهابات في المفاصل وهيخليك طول الوقت ما عندكش طاقه. عايزين ننتخ. ايوه بالظبط، عشان الموضوع ممتع. انتخ مفيش احلى منه والله بصراحه. والله رياضه ولا اي حاجه، الواحد ينام ويقعد في البيت. بالظبط كده. فهو لو اكله كويس وبعيد تماما عن التدخين، الموضوع بسيط جدا، بالتمرين وبالممارسه نفسه هيكون عالي وهيكون كويس واداؤه كما ينبغي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، طيب لو مفيش بقى تدخين، يبقى المشكله في النظام الغذائي، ان هو بياكل اكل فيه محمر كتير ومقلي كتير، بطاطس كتير، سكر كتير، بيبسي بقى وشيبسي والاكلات المصنعه دي كلها بتاثر طبعا على ادائه وعلى تنفسه وعلى حركته وعلى كل حاجه. طيب هناخد حبيبه. الو يا حبيبه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. بقول لك يا دكتور استاذ احمد، انا بطني عندي فيه مشكله في بطني، عشان انا كنت واخده قيصريه وعاوز انزلها ازاي؟ بالاكل. طيب ماشي، شكرا جدا يا حبيبي. بالاكل يعني، من وده سؤال يعني ردينا عليه يعتبر قبل كده، ولكن خصوصا في موضوع الحمل. بس هي صحيح نقطه الحمل مختلفه شويه. بالظبط، الموضوع بيكون في الاكل، ويكون طبعا صعب ان انا العب تمارين بطن عشان هيكون في مشكله. فالافضل حاجه ان انا اعملها ان انا اواظب قوي ان انا يكون اكل صحي،
ان انا ابعد تماما عن السكر تماما، اعتبره ان ده عدوي الاساسي. السكر وايه تاني؟ والاكل المقلي. السكر والزيوت. والاكل المقلي بالظبط كده، ونضيف عليها بقى الكربوهيدرات والملح برضو والحاجات دي كلها برضو بالظبط، لان الكربوهيدرات اللي موجوده مثلا في العيش والموجوده في البطاطس والموجوده في الرز والمكرونه اول ما بتخش الجسم بتتحول لسكر، فانا ما عملتش حاجه. طيب احنا عايزين يعتبر نظام غذائي زي روتين يومي كده، نفطر حاجات كده بسيطه عشان المشاهدين برضو يستفيدوا معانا. نفطر ايه الصبح، نتغدى ايه، نتعشى ايه، المكونات مش شرط اكل الاساسي بس على الاقل حتى مثلا بدائل يعني كده حاجات سريعه يعني. مبدئيا انا المفروض اول ما اقوم من النوم بشرب ميه وعليها يعني ليمون، ليمونتين او ليمونه زي ما انا عايز وزي ما احب، وده مفيد جدا للجسم عشان بيقلب الجسم من حمض القلوي، وده حاجه مهمه جدا، وابقى اخذت الفيتامين سي بتاعي. واضح. الحاجه الثانيه ابدا بقى ان اكل بروتين، وده مهم جدا. البروتين طبعا ممكن اخده من الفول مثلا او من البيض المسلوق، وده لازم يكون اساسي. الجبن طبعا، الجبنه القريش فيها بروتين عالي جدا ومش بتتخن ومفيده جدا والله وطعمها حلو جدا. بالزبط. ينفع احط عليها زيت زيتون كده بقى ده كده يبقى ممتاز، لان زيت الزيتون من الدهون الصحيه. حلو جدا، فده يبقى ممتاز جدا. نقطع بقى جنبها كده طماطم بقى وخيار وخيار بقى وفلفل اخضر ونجيب سلطه بقى كده على الصبح كده، حاجه جميله قوي. بالظبط كده، وده بيشبع. بس في نقطه هنا بقى يعني خطر جدا، العيش بقى. العيش وفكره ان احنا مش هناكل عيش فمش هنشبع. انا بالزبط. نفسي كنت فاكر ده لحد وقت قريب ان انا لو ما كانتش عيش فانا مش هشبع، والعيش كربوهيدرات وسكر وموضوع تاني خالص. كان دايما الدكتور بتاعي اللي علمني تغذيه كان بيقول لي انك عشان تاكل رغيف عيش ابو نص جنيه ده محتاج تمشي 20 كيلو عشان تهضمه. يا لهوي، رغيف واحد؟ رغيف واحد نص كيلو؟ كم؟ يعني كم رغيف اللي هو الصغير خلاص 20 كيلو. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، مش هناكل عيش خالص. العيش بجد يعني العيش ده خطر، لانه حاجه ما فيهاش حديد ولا فيها بروتين ولا فيها فيتامين، يعني ولا فيها اي، ولا فيها الياف ولا فيها فيتامينات ولا فيها معادن، فانا مش هستفيد بيه، فقط هو حاجه طعمها حلو. بس هو الموضوع برضو بيني وبينك الموضوع يبقى صعب قوي ان انا فجاه اقطع العيش، اكل ايه مثلا؟ يعني اكل كميه قد ايه؟ طيب مبدئيا المفروض ان انا اكل كده بالمعلقه، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا جسمي نفسي مش هيعترض على ان انا لا انا عايز عيش، هو مش هيعترض، ولكن عقلي هيقول لي انا بستمتع بالاكل ده. انا لو قلت له لا خلاص ومنعته من 3 لـ7 ايام خلاص كل الخلايا اللي موجوده في اللسان هتموت، اللي هي بتستمتع وبتدوق السكر وبتدوق العيش وبتدوق اي اكل في نوع من انواع من المتعه يعني. تمام. طيب والغدا بقى؟ الغدا كده احنا خلصنا الايه، الفطار. بالظبط، الغدا لازم يكون فيه بروتين. وبعد المفروض بعد الفطار بوقت قد ايه عشان يبقى الوقت يعني كويس؟ مبدئيا خلينا نتفق ان احنا مش هينفع ناكل غير لما نجوع، سواء انا اكلت وجبه او وجبتين او ثلاثه او اكتر. ما ينفعش حتى سناكس في النص اي حاجه. لو حسيت ان انا جعان ممكن اخد سناكس، واضح. والسناكس بتاعتي يعني المفروض تبقى فاكهه او خضار او ان انا مكسرات او حاجه زي كده. حلو المكسرات والله، جميله جميله ومفيده جدا عشان هي دهون صحيه، فبتمد الجسم بالطاقه وفي نفس الوقت مش بتضر الجسم. احنا جسمنا محتاج لدهون عشان الدهون ديت هي اللي انا هرموناتي واغلفه الخلايا بتاعتي كلها وصحه العقل بتاعي في الدهون الصحيه، مش الدهون المصنعه. الدهون المصنعه بالظبط، الدهون الصحيه بقى اللي موجوده في الزبده البلدي والسمنه البلدي وفي المكسرات وفي الافوكادو وبعض الفواكه، وده بالنسبه لي مهم جدا طبعا، موجوده في زيت الزيتون. طيب يعني احنا ممكن نتغدى ايه بقى؟ اهم حاجه ان انا لازم اكل بروتين في الغداء. بروتين بالظبط، يعني سمك بالنسبه للرز او مكرونه. طيب او ممكن، ولكن اعرف ان ده مش اصح حاجه ويبقى حاجات بسيطه. ولكن انا لو وزني هيفي ويت ومحتاج ان انا فعلا انزل وزني وفي اسرع وقت لازم استغنى عنهم شويه. طيب وندخل بقى في العشاء عشان يبقى احنا كده خلصنا الروتين الطبيعي بتاع النظام الغذائي اليومي. بالظبط كده، العشاء لازم يكون حاجات خفيفه جدا، يعني ممكن يكون ثمره فاكهه، ممكن يكون مثلا زبادي، ممكن يكون بعض سناكس بسيط. والافضل ان انا ما اتعشاش، يعني من افضل الحاجات اللي دايما الدكاتره بتوعنا كان بيقولوا لنا عليها انك تنام وانت جعان. طيب هناخد احمد. الو يا احمد. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن اكلم كابتن؟ اتفضل اتفضل. الله يخليك. بقول لحضرتك الكابتن معايا؟ اتفضل سامعك. لو سمحت يا كابتن، انا كنت بلعب كمال اجسام من حوالي 3 سنين وبطلت،
وبعد كده شهيتي تقريبا يعني بقالي سنه بالظبط كده ما كنتش كويس، فخسيت يعني كنت 120 وكنت مثلا جسمي كان كويس عضلات وحاجه كويسه، فخسيت مثلا وصلت لحد 75 كيلو وبشرب ميه بطريقه رهيبه، يعني مش عارف يعني النفس رايحه بالسوائل اكتر من الطبيعي يعني، فمش عارف ومفيش اكل يعني مش عارف ايه السبب يعني، بخس عمال اخس مش عارف ايه السبب يعني، عايز اعرف حضرتك بس تقول لي اجاوب. ماشي لو عايز اساله عن اي حاجه مبدئيا احمد معايا صح؟ اه معايا حضرتك. مبدئيا الميه مهمه جدا، يعني الميه كترها عمره ما يكون خطر، لان احنا جسمنا ذكي جدا، اي ميه بتكون موجوده زياده فيه هو بيخرجها، واضح عارف ازاي بيخرجها طبعا. اه طبعا. فاشرب ميه كتير على قد ما تقدر لان جسمك بيحتاج للميه بشكل غير عادي، فدي ما فيهاش مشكله خالص. وانا شايف ان انت يعني الهرمونات بتاعتك والانزيمات بتاعتك والحرق بتاعك عالي قوي، فانت لما كنت بتلعب جيم فكنت بتاخد مكملات غذائيه وكنت بتاكل كويس، فكان وزنك مظبوط قوي، فلما وقفت الحرق عندك عالي وانت مش بتتمرن فبدات تخس، مظبوط كده؟ هو احمد قفل خلاص، شكرا يا احمد جدا، خلاص نرد على احمد. فدايما لما هيبقى في حد في الجيم فمركز قوي فبيبدا يهتم بالاكل قوي، بياكل بروتين كويس وكمان بياخد مكملات غذائيه ودي طبعا ما فيهاش اضرار، فبيبقى وزنه هو زي ما هو عايز، فلما بيوقف تمرين فطبيعه جسمه ان هو بيحرق، متعود على اكل معين ان هو بيسد منه احتياجات جسمه بالظبط كده. بالظبط، فده سبب كبير قوي ان هو بيخليه يخس، فمحتاج ان هو مبدئيا يعمل تحاليل ويبدا يشوف الغدد عنده الخاصه بالحرق، ممكن يعني تكون اتاثرت بقله التمرين او كده. بالظبط كده، فمحتاج ان هو برضو يظبط الاكل بتاعه، لو حافظ على اكل البروتين بتاعه العضلات بتبدا تتهدم في حاجتين، لو انا ما استعملتهاش يعني انا وقفت التمرين او ان انا ما اكلتش بروتين فالعضلات بتتهدم عندي. طيب فهو لو ركز في دول هيبقى كويس. طيب خلاص هناخد خالد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اكلم الكابتن داري. اتفضل يا خالد. الله يخليك. السلام عليكم يا كابتن. اهلا وسهلا. الله يخليك. بعد اذنك يعني انا طبيعتي رياضي يعني من فتره كبيره. ما شاء الله. عندي دلوقتي حوالي 47 سنه. ما شاء الله. لكن المشكله ان انا حاسس ان انا جسمي بيحتاج كميه نشويات والعيش والرز والحاجات دي كتير جدا، ازاي بحيث ان انا تنيني ثابت على وزني اللي هو دلوقتي حوالي 74 كيلو. طيب انا عندي سؤال بس. وطولي 176. ايه عندي سؤال. 176. اتفضل. يعني ايه جسمك بيبقى محتاج للنشويات والكربوهيدرات كتير؟ هو بحس ان انا لما بقلل من الحاجات دي جسمي بيخس جدا جدا عن الطبيعي، وبحس ان طاقتي بتقل. بحس بدوخه طيب او لا؟ مش دوخه بس وشي بيبقى فيه شحوب ووزني ممكن ينزل لدرجه 68 67. يا لهوي. خلينا عشان احافظ ومفيش دهون يعمل البطن ولا الوسط ولا الحاجات دي خالص. خليني اقول لك على حاجه كويسه، الكربوهيدرات مصدر للطاقة قوي جدا، ولكن في حاجات أقوى منه بكتير اللي هي الدهون. واضح؟ الكربوهيدرات الطاقة بتاعتها من ساعة لساعتين وبلاقي نفسي جعان عايز آكل تاني ومببقاش لسه لحقت إن أنا أحرق ده. فلو أنت ركزت قوي إنك تاكل دهون صحية وجرب ده، يعني مثلا أكلك دايما طول الوقت يكون فيه زبدة، الزبدة البلدي عارفها؟ أو سمنة بلدي، او ان انا اكل بقى اللحوم. شكرا جدا. او ان انا اكل اللحوم بالدهن بتاعها، دي من اكبر مصادر الطاقه وبتدي طاقه غير عاديه من 6 ل 8 ساعات، فهو مش هيحس اطلاقا، لا هو جعان ولا هو بيخس. بس هو كده جوعه دلوقتي مش مجرد جوع بس، ده هو جوع لحاجه معينه، يعني يحل بقى طيب المشكله دي ازاي؟ انا الجسم بتاعنا بيشتغل بطريقتين، بالجلوكوز او بالدهون. الجلوكوز مش بالبروتين. بالظبط، مش بالبروتين. ده نظامين جسمي بيشتغل بيهم، دول مصدرين بتوع الطاقه. فاما ان انا اكل حاجات فيها سكر وكربوهيدرات عشان في الاخر يتحول لجلوكوز فيديني طاقه، واما ان انا اكل دهون عشان الدهون تبقى هي مصدر الطاقه بتاعي. ولكن الاثنين عكس بعض، يستحيل حد ياكل اكل طعمه حلو وفيه كربوهيدرات ويحب اكل الدهون، بتلاقي نفسه بتموع كده. اكيد. واضح؟ فانا لو وقفت ده
وبدات اشتغل عن ان انا مصدر الباور بتاعي والطاقه من الدهون، الموضوع هيبقى مختلف تماما وهيستمتع وهيحس بطاقه غير عاديه. ونقدر الناس اللي دايما بتتبع حميه مثلا الكيتو دايت هم ادرى الناس بالحته دي، عشان هم بياخدوا دهون كتير قوي، ويعني ممكن يقعد باليوم كامل ما يجوعش بسبب ان هو اكل الدهون والبروتين بيديله طاقه غير عاديه. فهو لو ركز في اكل البروتين والدهون الصحيه اللي موجوده زي ما قلنا في الزبده، موجوده في البيض، موجوده في السمنه البلدي، موجوده في اللحمه مثلا بالدهنه بتاعتها، الزبده لازم طول الوقت بعمل بيها كل الاكل بتاعي، احطها على الرز بتاعي، احطها على البيض المقلي، هتفرق معاها جامد جدا بشكل غير عادي. طيب هناخد معانا ام محمد. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي. الوضع انا عندي صوتك بيقطع وبعيد جدا. عندي بنتي تاخد اولى ابتدائي وضعيفه جدا. طيب وزنها قد ايه؟ وزنها من 20 كام؟ من 20 من 20 ل 30 كيلو؟ 18 من 18 ل 20 18 ل 20 18 ل 20 كيلو؟ ضعيف جدا. عايز اسال حاجه ثانيه؟ الصوت بس مش واضح ف طيب شكرا جدا ليك يا ام محمد. خلاص احنا نرد. مبدئيا هي محتاجه ان هي نعمل شويه تحاليل مهمه قوي. ايه هي بقى؟ مبدئيا محتاجين نعمل صوره دم كامله. تمام. محتاجين نعمل وظائف كبد وظائف كلى. برضو محتاجين نشوف الحرق عندها ونعمل تحليل غدد. هي الغده في السن ده كمان مهمه جدا. بالظبط. ونبدا نستشير الطبيب بقى ونشوف برنامج غذائي مناسب ليها. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو الاكل الغير صحي ممكن يكون بيعمل دهن في المعده. فالدهن طبعا بتتغذى على خلاصه الاكل المفيد. فلو احنا منعناها من الاكل الغير صحي المصنع زي الشيبسي والبيبسي والحاجات ديت هيحل مشكله كبيره جدا جدا الى ابعد حد. ولو اهتمينا طبعا بالاكل الصحي وبرضه ان هي تاكل دهون صحيه والاكل بتاعي يكون فيه زبده ويكون فيه بروتين، كل ده هيفرق معاها. ان هي تبعد طبعا عن الاكل المقلي والبطاطس والحاجات ديت هيكون في نتائج غير عاديه طبعا. طيب احنا عايزين بقى نعرف ايه الفرق بين الشخص الرياضي والشخص العادي. مبدئيا الشخص الرياضي متفوق عن الشخص العادي في حاجات كتير جدا. اول حاجه مش بيتعب بسرعه. طيب احنا بقى نرجع تاني للاشخاص وناخد معانا استاذه نهى. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي. لو سمحتي يا دكتور حضرتك، انا عملت دايت قبل كده ومشيت عليه فتره وكان في حمل وكده بس ما حصلش نصيب، حصل اجهاد يعني وكده، وبعدها يعني رجعت تاني لاكل العاده القديمه فما كملتش، فرجعت زدت تاني يعني كنت خسرت 7 كيلو رجعتهم تاني. فدلوقتي مش حضرتك ممكن تقول لي امشي اعمل ايه او كده؟ وانا عندي الحرق اساسا ضعيف. عملتي تحاليل او كده صح؟ انا عامله تحليل فيتامين د وكان ناقص كان 12. فدلوقتي يعني خدت حقن وبتاع وكده وخلاص. مبدئيا عشان فيتامين د يبقى كويس معاكي محتاجة انك تعرضي نفسك للشمس كتير. الحاجة التانية عشان الحرق عندك يزيد محتاجة انك تلعبي تمارين حركة كتير، اي تمرين فيه جري ممكن حتى وانت في البيت، ان انا اجري في مكاني كده من مثلا دقيقتين ورايح مثلا اعمل ده لمدة 10 دقايق ربع ساعة هيجيب نتيجة ممتازة جدا، هيزود الحرق عندك، هيخسسك دهون، مع الاكل الصحي هيكون موضوع مختلف. وفي نقطة طبعا حضرتك قلت عليها، فكرة ان انا كنت عاملة دايت فترة وبعد كده رجعت تاني، ودي النقطة اللي انا اتكلمت عليها في بداية الحلقة. شكرا جدا شكرا جدا لمكالمتك يا نور. فكرة ان انا بعمل دايت وارجع تاني، انا كده برضو مش عملت حاجة. احنا محتاجين نقول ان احنا فعلا محتاجين نغير عاداتنا ويكون اسلوب حياتنا ان انا باكل اكل صحي. كويس. صح. مفيش حاجة اسمها ان انا عندي يوم فري، مفيش حاجة اسمها ان انا عندي لما اوصل لوزني بعد كده هرجع تاني، انا كده كأني بقول لعقلي اللي انت بتعمله ده صح. احنا بس هنعمل ده دلوقتي لحد ما اعمل فورمه الساحل وارجع تاني. بالظبط. الصيف عشان الصيف فضاح. الصيف فضاح فكله بيجي على نفسه بيخس في الصيف. ايوه. في الشتاء بقى احنا بنلبس كل اللي احنا عايزينه ومفيش حاجه باينه، كله في البيت بيبان مش مهم. بالظبط. وده بيكون في الولاد والبنات الاثنين مع بعض فعلا في الشتاء مش مهتمين خالص، يجي الصيف يلاقي في حاجات غريبه ضربت.
ده حقيقي. فاحنا محتاجين نقول ان احنا بجد لازم يكون اسلوب حياتنا ان احنا بناكل اكل صحي. لو انا عودت جسمي على ده وجيت ارجع تاني جسمي هيرفض ده تماما. هيحس ان اي اكل غير صحي يخش المعده ان هو بيبدا يتالم، حاسس ان في حاجه غلط. معدتك بتكون حساسه جدا بسبب ان هي بتاكل اللي بيفيدها، فانت بتاكل اكل جسمك بيستفاد بيه، تيجي تدخله اي حاجه تانية غير صحيه زي مثلا المشروبات الغازيه او الاكل المقلي يتعب قوي يعني. ولو نفتكر كده دايما الناس تحس ان في حاجه غريبه وتقيله فبيرفض ده، رغم ان احنا متعودين عليها، فجاه نيجي ناكلها او نشربها نحس ان هي حاجه غريبه علينا. جسمنا بينظف نفسه بنفسه، وسبحان الله يعني دي امكانيه ربنا حطها فينا، فلله الحمد والشكر. الحمد طبعا لله يعني. الحمد لله طبعا. طيب احنا عايزين بقى نرجع هناخد لميس وهنرجع تاني نجاوب على الانسان العادي والانسان الرياضي. الو لميس. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا لميس. ايوه دكتور، ابني عنده 9 سنين رايح سنه رابعه ونحيف جدا، عنده 20 كيلو، وبعدين هو يعني قصير. طيب مبدئيا مفيش حاجه اسمها قصير، وبياكل دهون. بياكل دهون صحيه ولا اي دهون؟ لا بياكل دهون، يعني بيحب اللحمه البيضه. حلو قوي، ده مفيد جدا وما تمنعوش من ده. يعني ما منعوش، انا يعني بخاف عليه بياكل كميات. لا لا لا، بصي حضرتك كنا لسه دلوقتي لو حضرتك متابعه الحلقه معانا من شويه متابعه معاك حضرتك، قلنا ان الدهون الصحيه دي مفيده قوي، لان الدهون الصحيه دي هرموناتك و انت كلك جيناتك وهرموناتك والخلايا بتاعتك كلها ان احنا اصلا في احتياجها بالظبط، يعني كل ده بتتاخد من الدهون ومن الدهون الصحيه، فبلاش تمنعيه من ده اطلاقا. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو ان احنا محتاجين نعمل بعض التحاليل ونطمن كده من خلال الدكتور يقول لنا الموضوع في المعده عامل ازاي، هل في مشكله في الديدان او لا. الحاجه الثالثه برضو محتاج ان انا امنعه من السكر والاكل المقلي، ونبعد تماما عن اي حاجه غير صحيه طبعا زي الشيبسي والكرتيبه او الحاجات اللي احنا للاسف بنعود ولادنا عليها ديت يعني. طيب شكرا جدا يا لميس. هنرجع بقى للشخص العادي والشخص الرياضي. احنا اتفقنا ان الشخص الرياضي دايما سابق الشخص العادي بخطوتين ثلاثه، سواء في الشغل او في حياته العامه. فالشخص الرياضي دايما طول الوقت بينجز المهام بتاعته من غير ما يحس ان هو تعبان، حتى نفسيا كمان. عايزين نتكلم كمان على الجانب النفسي اهم كمان من الصحي. بالظبط، الرياضه من اهم يعني واكبر مميزاتها فكره ان هي مضاد قوي جدا للاكتئاب. حلو جدا. فالرياضه للاسف ضغوط الحياه بتخلي فعلا الواحد مش قادر يؤدي كما ينبغي بسبب الالتزامات الكتير والمتطلبات الكتير، فالرياضه بتطلع كل الطاقه السلبيه دي بشكل غير عادي. فدايما الناس بعد التمرين بيحس باحسن وامتع لحظات يعني هي ممكن يحسها، ولو بيمارس الرياضه الصبح فيومه دايما بيكون هادي طول الوقت، ولو بيمارس رياضه بالليل فهو حس ان الضغط بتاع طول اليوم خرج من بعد ما طلع من التمرين. طيب عايزك تقول لي نصيحه للناس اللي بتاخد المكملات الغذائيه البروتين. في ناس كتير جدا بتخاف ان هي تاخدها بسبب بنسمع كتير قوي موضوع اللي بتاثر على الكلى وبتسيب اثار سلبيه في الجسم وكده، فهل ينفع لو في حد بيتفرج علينا من البيت ينفع ياخدها حتى هو قاعد في البيت؟ مبدئيا خلينا نفرق ما بين البروتين وغيره، ولكن انا شايف ان الافضل ان هو يعتمد على الاكل الصحي، لان هو في الاخر اسمه مكمل غذائي. فانا لو اعتنيت قوي بان يكون اكل صحي هبعد تماما عن اي حاجه تدخل فيها البشر. فمن الافضل ان انا اركز يكون اكل صحي، فمش هبقى محتاج خالص للبروتين. ولكن لو انا شخص رياضي وعندي هدف معين فممكن استعين ان انا اخد بروتين جنب الاكل الصحي بتاعي عشان اعمل شكل معين في توقيت معين. فبرضه من ضمن المعلومات اللي احنا محتاجين ان احنا نوضحها ان البروتين او الهي بروتين او المكملات الغذائيه دي حاجه مش بتضر الجسم، ولكن هي برضه مش افضل حاجه. اكتر حاجات اللي بتضر الجسم هي الاسترويد اللي هي الهرمونات، فاي حاجه داخل فيها هرمونات بتزود هرمون الذكوره التستوستيرون وغيره، الافضل ان احنا ما ناخدش ده عشان احنا بنجازف مجازفه غير عاديه. وحتى الناس اللي بتاخد ده من الابطال الكبار بيمنعوا ان اي حد ياخد ده. فالافضل نرجع تاني ونقول الاكل الصحي هو مفتاح كل حاجه. طيب عايزين بقى نسيب رساله صغيره ونصيحه صغيره بقى لكل مشاهدينا النهارده.
يعني عايزين نسيب نصيحه للناس اللي قاعده في البيت بقى اللي ما بتروحش جيم خالص، تعمل ايه؟ اول حاجه لازم ان الرياضه تكون اسلوب حياه، سواء ان انا هعملها اول ما اقوم من النوم، في وسط اليوم، او حتى قبل ما انام، ان انا لازم العب رياضه. ومن اهم انواع الرياضه هو الجري. الجري حاجات حتى بسيطه في البيت بالظبط، حتى لو انا هجري في مكاني بس، حتى لو انا وزني عالي قوي مش لازم ارفع رجلي عالي قوي، ولو حركه بسيطه انا كده ببقى بشغل جسمي كله، وجسمي بيستفيد بشكل غير عادي، كل جزء في جسمي بيستفيد يعني كما ينبغي. فلو بس اكتفينا بان انا اجري كل يوم هوفر على نفسي حاجات كتير جدا، هوفر مشوار الدكتور، وهوفر يعني مجهود انا ما كنتش مستحمله دلوقتي. الجري اهم حاجه، يبقى الرياضه لازم تكون جزء من حياتي كل يوم، والاكل الصحي يبقى حاجه انا بعملها مش عايز احس بمعاناه. انا بحس ان الناس لما نيجي نكلمهم في موضوع الاكل الصحي كان انا بعاقبهم. هو ناس عشان متعوده دايما على الصيام المتقطع والدايت، متعودين على حاجه اسمها الحرمان بالظبط، فكره الرياضه وكره الدايت وكره الاكل وكره كل حاجه. هنرجع تاني بقى لموضوع ان الاكل الممتع للاسف يعني جسمي انا نفسي بيقاومني، عقلي بيقول لي لا انا عايز من ده، ولو حرمت منه بحس بصداع. يعني الناس فعلا لما بتوقف سكر، السكر ليه اعراض انسحاب زيه زي التدخين بالظبط، فبيحس بصداع، بيحس ان هو مش قادر، بيحس ان هو متعصب، بس الكلام ده بياخد وقت قليل قوي، من 3 ايام لسبعة ايام بس. لو استحمل الفتره دي بعد كده بيكون شخص عادي جدا، مش ما بقاش محتاج للسكريات في جسمه خالص اطلاقا. ولكن انا اقدر اخد سكر بقى، ولكن من مصادره الطبيعيه الموجوده، مثلا في الفاكهه، ممكن مثلا في التمر، ممكن في العسل الابيض، اقدر اخد سكر من ده من المصادر الطبيعيه. اما السكر المصنع بتاعنا خطر، كتير من الاطباء بيقولوا عليه السم الابيض. هو سكر الدايت طيب؟ سكر الابيض الدايت، سكر الدايت انا اتكلمت برضو كتير في الموضوع ده، ان هو برضو مش اصح حاجه الا نوع واحد اللي هو ممكن مثلا مش عايزين نقول اسماء، ولكن السكر اللي طالع من النباتات ده ممكن يكون افضلهم. ولكن برضو انا لازم يكون في نوع من انواع التضحيه، يعني فكره ان انا لازم اضغط على نفسي شويه، مفيش حد بيكسب كل حاجه. النهارده بجد كان حوارنا حلو جدا واستفدنا كتير قوي 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 بجد عن الرياضه والدايت، ويا رب نكون قدرنا ان احنا نوصل للمشاهدين مصطلحات كتير كانت غايبه عنهم. الحوار معاك بجد كان حلو جدا قوي النهارده، وان شاء الله باذن الله لينا حلقات كتير جدا مع بعض. نورتنا بجد النهارده في امر 14. انا شرفت بيكم. تسلم جدا. للاسف مشاهدينا خلص وقت حلقتنا النهارده، واشوفكم يا بنوتاتي ان شاء الله في حلقه جديده مع امر 14.